وبما ان نهاوند دخلت على طول في اجواء دوري ابطال اوروبا، والحقيقه هي يعني الموضوع ده حقيقي جديد بالتوقف عنده، لان حقيقي يعني كل يوم ثلاث وكل يوم اربع حضراتكم طبعا متابعين وعارفين كويس جدا بيكون في ماتشات تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه في دوري الابطال، بتاخد بالتالي كل الانظار وكل اهتمام المهتمين بعالم كره القدم وخصوصا الاوروبيه. طبعا احنا بيكون عندنا درجه مختلفه خالص من الاهتمام من منطلق ان ابو صلاح يخصنا، وطبعا مصيطنا في كل المحافل الدوليه الحقيقه بسم الله ما شاء الله عليه، حقيقي بيثبت كل اليوم والتاني ان هو الافضل بين كل لاعبي العالم، يعني هو حاليا الافضل بين كل لاعبي افريقيا، يعني افريقيا، وان شاء الله قريبا جدا ورسمي بقى يكون يعني هو الاهم على مستوى العالم. طبعا بنتكلم عن نجمنا محمد صلاح اللي امبارح سجل بدل الهدف هدفين في مباراه اكتسح من خلالها ليفربول بورتو البرتغالي بنتيجه 5-1، وطبعا تصدر بيهم المجموعه. بص يعني ده حقيقي فعلا يا كريم، انا متوقع ان جايزه كمان افضل لاعب باذن الله في افريقيا بنتكلم العام الحالي هتكون من نصيب محمد صلاح. وعايز اقول كمان امبارح في يعني في ايطاليا الماتش بتاع ميلان واتلتيكو مدريد، هو بتحس ان برضو الموضوع مع دييجو سيميوني يعني حاجه مختلفه شويه وحاجه يعني مش عارفه اوصفها، بس بنتكلم يعني ميلان يكسب 1-0 وخلاص كانت الامور رايحه في سكه الفوز زي ما بيتقال بعد سنين طويله جدا، يقوم سيميوني هنا يقلب زي ما بيتقال برضو الترابيزه بكام تغيير، والتغيير اللي حصل ده او التغييرات اللي هو عملها خلت في الاخر ان هو يكسب 2-1 يعني. وطبعا زي ما احنا تابعنا اللي جابوا الجولين جريزمان وسواريز اللي هو اصلا في البدايه كمان لو حضراتكم فاكرين هو راهن عليهم، فمدرب عبقري، مدرب عبقري جدا، وانا حقيقي بحترم فكره التدريب العالي، يعني انت بتدرب بشكل عالي ويبقى ليك قيمه على الارض وفكر بيترجم على الارض وباجوال فشيء اكيد يحترم. طبعا وبالمناسبه برضو تاكيدا للكلام اللي انت كنت بتقوليه من شويه، فكره ان النسخه دي من دوري ابطال اوروبا فعلا صعب تتوقعي ايه اللي هيحصل فيها. امبارح برضو من ضمن المفاجات كان سقوط كبير للمارينجي ريال مدريد على ملعبه امام شريف تسيرسوب البطل مولدوفا. تخيلوا يعني ريال مدريد باسمه التاريخي يخسر من فريق، لما نتامل كده اداؤه واللي فات من تاريخه هنلاقي ان في عدد ماتشاته بالكامل في دوري ابطال اوروبا يعني الاهداف اللي حققها هذا الفريق تقريبا اقل نسبيا من عدد اهداف كريم بنزيما لوحده، يعني شيء غريب جدا. وطبعا اخيرا باريس سان جيرمان اخذ بالطار وميسي سجل في ديربي راس المال بين باريس سان جيرمان والمان سيتي. هو حلوه فكره ديربي راس المال ده او يعني تشبيه فعلا مليارات بتلعب ماشي مع الموقف كمان بنتكلم عن يوفنتوس وتشيلسي ماتش اكيد قوي جدا، وكمان مانشستر يونايتد مع ريال، ده اخر فرصه زي ما بيتقال مانشستر عشان يفكر اصلا ان هو يلعب في دوري الابطال بعد زي ما تابعنا خساره او خساره الجوله الاولى امام يونج بويز السويسري.